اليوم ديما نقول انه هدايا مش سيكتب، هذا سيدرس. انقلاب الرئيس قيس سعيد سيدرس في الكليات، لانه اكثر انقلاب في تاريخ البشريه غرابه وسلبيه. راهو الانقلابيين وقت اللي يدخلوا باش ياخذوا الحكم يدخلوا بجماعتهم باش يسيطروا على مفاصل الدوله. هذا شعمل، هذا انقلاب سلب، هذا سكر مفاصل الدوله، سكر المؤسسات، حط الانفتاح عنده ومشي على روحه. معناتها اغرب انقلاب صار في تاريخ البشريه. نعم. بالسلبيه هذه ما صارش قبل. نعم.